متى هذا غادي نجيبو حنا 4، ولكن عيب الدعم ديالكم والاخوان والله العظيم. اذا شوف تنوعدكم راه تيقولوا وعد الحر داينين عليه، ما حدنا تنشوف التفاعل ديالكم بدا يطلع مزيان والله الاخوان. الى غادي نبرعكم انا فيديوهات وشي حاجه فوقانيه. الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في فيديو جديد. يعني هذا الفيديو كنت باغي نديرو البارح ساعة ما درتوش باقي، أما أنا واحد الضيف نتمنى أنه يعجبكم. والصدمة راه كبيرة والله، إلا كبيرة وكبيرة بزاف، حيت البارح وقع لي بلان. يعني بحال كيما كنت أنا في أكادير ملي جيت وقيت انا جوج تيور ماتش ليا. البارح كنت ماشي للسوق، البارح مشيت للسوق حيت النفع ديال البلاصه فين كاين هنايا السوق تيكون عامر نهار الثلاث، ما عليناش. مشيت هادي بعدا غادي ندير عليك بحال انذار، يعني جميع اللي تيربيو الطيور يعني انذار. درت ليهم بيضه بيضه مسلوقه ونسيتها، نسيتها وخرجت مشيت للسوق. الوالده خرجت الدار مابقى فيها حتى واحد، بقات البيضة تطبخ تطبخ حتى داك الماء مشى، داك الماء مشى، مابقاش في مابقاش فيها الماء. ملي مابقاش فيها الماء هي تحرقات، ملي تحرقات مابقاش حس البيضة، بقات هي عاد تعطي الدخان. هداك الدخان ما كاين شراج ما محلولينش، وهاد البلاصة فين شفتو كاين فيه الطويرات، وكاين واحد حدا الباب ديال الكوزينة كامل داك الشمال، كامل داك الشمال. مثل اش غادي نقول لكم، وحق الله العظيم الى الباب راه والله الا الباح راه مرتب، والله الا مرتب والله ما كانش عندي الخاطر. وكنت هاد الفيديو راه كنت باغي ندير لكم الاخوان البارح، ولكن ما كانش الخاطر والله العظيم، ما كان عندي خاطر باش نديرو. هو الشيء اللي كاين الاخوان عندو راه بيطلع القفز ديالها هو هذا، هادشي اللي كاين الاخوان. و دابا غادي نوريكم انا الطويرات اللي ماتوا ليا. كاين اعز طير عندي ومات، هذا اللي حرق قلبي بزاف. هذا وهذا راه ضرب عندي 3 سنين، هذا العام الرابع عنده، هذا ولد عش. وفي هذا القفز هذا الاحمر كاين واحد السيباري هنا كما تشوفوا، ها هو تما فينا نبغي هو ديال الكاميرا، حيت اول مره غادي نجرب انا المنتج مع بنتوا صفراء. وصدقات ما تذكر، ولكن الاخوان للاسف قدر الله ما شاء فعل. وهذه انذار كبير وجميع الموالي، يعني اي واحد بيدير بيضه خصو يجلس حداها، راه البيض راه قنبله موقوته والله العظيم الا سم قاطع. وعرفت شنو هي، راه ما لقيتهمش باقي ما فيهمش الفرق، مازال هذيك الريحه، هذيك الريحه راه يقدر انها تمشي ويقدر ما تمشيش. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. و دابا غادي نوريكم الطير الثاني اللي هو جاني كادو من عند واحد السيد، وغادي تشوفوه وراه يلا بدا تيغني. زوج طيور هما كادو من عند واحد السيد ماتو ليا حتى هما. هذا كما تشوف طائر تفاحي، طائر تفاحي و يعني يلا بدا حتى هو تيولي في القفز. يعني كان في براكه، يعني كان في فوليره، يعني بحال قلتي خلوي، حيت الا درتي في فوليره راه تيتسمى خلوي بحال الخلوي. يعني الاخوان راه اي من الصوت ديالها راه يبان لكم راه انا راه مريض والله الا هادشي اللي مرضنا الاخوان. الطير الثاني طائر البلبل اللي درت لكم عليه فيديو وراه مازال ما كتبش انني نكملو، ها هو تكي اللهم بارك. يلا خرج عندي الكلام، يلا بدا تيهضر وبدا يعني ولفتو لواحد الدرجه اكثر من هادو، حيت راه حطيته في واحد البلاصه يا الاخوان، حطيته في واحد البلاصه اللي ديما تدوز منها فهمتي. اي تنوقف حدا تنقول ليه عطيني شي نويطه وتيهضر، حيت تنوقف حدا وتيدير بجناحو. ها دابا راه دار بجناحو والله الا تنصور لكم وقلبي يتقطع. عاد شوف الصدمه الكبيره كاع،
ان هادو عزازين عليا، هاد الزوج هادو. والتجربة اللي بغيت نجربها، عرفتي، خليه يريح. الذكر ديال هاجي الذكر ديالي مات، تا هو الذكر ديال الفجر، تا هو بدا. شو هادي اش تدير؟ اش تديري؟ بديتي تسير فاي. المهم الاخوان، هاد الذكر ديالها هو هذا، قال عاد جميلة، بقى فيا وبقى فيا بزاف، حيت راه أول مرة بغيت نجرب هاد الفيشر هذا وما صدقش. ان شاء الله غادي نشوفوا ليها شي تقيه ان شاء الله. راه نتو واجد، اللهم بارك، راه فتح حتى بيت خاوي. ها هي دابا الاخوان، هادشي راه خليها هذوك، راه ميتين، غادي ندفنوهم الاخوان، غادي ندفنوهم ان شاء الله. دابا عندي الله، راه ما تتوقع لك واحد الحاجه الا والله تعوضك بما احسن منها. دابا هاد المنتيوات ديال القناة، هاديك اللي كانت مع المقنين، يلاه بيضات، الأخرى راه كبرات ليا الفريخات بهاديك الباتي اللي كنت عطيتكم. دابا غادي نعطيو، غادي نقطعو البيض. دابا هاد المنتيوة كان عطا ليا واحد الدري، صاحبي، تحية ليا من هاد المنبر، عبد الكريم. و حتى هاديك اللي فوقانية راه عطا ليا واحد السيد، من راه غي تيعطيو ليا الناس. بحال اللي قلتي، حنا كانت عندي ندوة خاصة، ندوة تنعطيها ليه، خاصو تكمل فيه ليه، حنا ما تنشريوش بيناتنا. يعني هكا كانت الأولى، في الأول كان عندك انت تذكر، ما عنديش أنا، غادي نجيبو من عندك نعمر بيه انت وما بدو ليك. و هادشي اللي كاين. وحيت عبد الكريم كان وقع ليا معاه واحد سميتو، واحد الجيست، هو أنه كنت عطيتو انت ديال الفايو يفرخ منها، ديك الساعات أنا ما عنديش تذكر، مات عندو، قلت له عبد الكريم داكشي راه دايما تيوقع. وملي فرخوا لي الفراخ قال لي لا، راه خصك ضروري تاخذ هذه الدواء هذه. قلت له عبد الكريم انا ما محتاجش الدواء، خليها. قال لي ولا عيد شي وحده عجبت، قلت له ما تعطينيش بيتي تعطيني، صافي عطاني هذه. دابا غادي نقطع البيضه الاخوان، حيت عندي واحد الفريخه تيلاه خرجوا. هكا تندير انا البيض وتحط ليهم في الطويزيه، يعني الأرض تتاكل نتوا، تتاكل كلشي، تتاكل الصفار وتتاكل القشور. غادي نأدي هاد الطناطي على هادوك الكبار، أجي أجي، شوف واش هادشي، شوف واش هادشي، شوف واش هادشي هنا. أسير فلوغ، تحياتي، نتا لي شهيتينا في هاد الفيشر هذا، اللهم بارك. عندي ليكم واحد الفيديو، هي تدوش الطريقة باش تندوج ليها، كما تسمعو راه هادوك الفريخات تيطلبو مهم أنها تعطيهم الماكلة. مبغيتش نطول عليكم في هاد الفيديو أخوتي، و تنتمنى أنكم تدعمو المحتوى اللي تنقدم. اي واحد شاف هذا الفيديو وعجبو المحتوى، ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل يدير جيم، خلينا شي كومونتير زوين ودير ابوني ويفعل الجرس. واذا كنتي مشترك عندي دير جيم كومونتير باش نعرفك، وان شاء الله راه جاي الجديد ان شاء الله باذن الله. والله يسر الجميع الاخوان والاخوات، الله يحفظكم، وتحياتي. راه بلوتي اخوان، قبل ما ننسى، يعني ان الصدمه واخا كانت هي معنويه اكثر من ماديه، ولكن بغيت نشارك معكم شحال ديال الفلوس مشات لي في هذه الفاجعه. هذه فاجعه، كاين هنا 200 درهم، 200 درهم،
كاين هذا راه كوبلور وضرب 3 سنين، يعني نديرو ليه اقصى تقدير، وراه هذا تفرخ عندي يعني ود القفز، يعني نديرو ليه اقصى تقدير وما حافظتش مزيان، يعني نديرو ليه واحد 700 درهم، يعني شحال هذيك الاخوان، يعني 18 ريال، هذا واحد 50 درهم، هذا 19 ريال، هذا واحد 30 درهم، هادشي اللي كاين الاخوان وتحياتي. يعني باش ما يقولش شي واحد لا راه داكشي رخيص ولا لا، ما كاينش الرخص الاخوان، راه هادشي حنا تنشاركوه معكم حيت تلقاو فيه راحتنا، يعني كل ما لقيناش راحتنا في تربيه الطيور والله ما سيجي ما تلقاوهم في دارنا بالله. هادشي اللي كاين الاخوان، وهادي غادي نعطيها لهاديك اللي عندها فريخات، يلا تفرخوا، وهادي غادي نعطيها الفريخات الكبار. اللهم يسر الاخوان اللي تيسر، وان شاء الله ربي راه غيعود بما احسن، وننتظروا الجديد. متى هذا غادي نجيبو حنا 4، ولكن عيب الدعم ديالكم الاخوان والله العظيم. الى شوف تنوعدكم راه تيقولوا وعد الحر داينين عليه، ما حد انا تنشوف التفاعل ديالكم بدا طيطلع مزيان والله الاخوان، الى غادي نبرعكم انا فيديوهات وشي حاجه فوقانيه